offensive là pour l'Algérie. Le crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. On est accroupi. Oh là là là. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت بوكس، قناة الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا في حلقتنا عن آية نوري، لكن قبل ذلك نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم. إذن بعد ما تكلمنا على قندوسي في الفيديو السابق، اليوم راح نتكلموا عن لاعب آخر واللي هو آية نوري، ودائما بصدد التوظيف وتوظيف اللاعبين واستغلال القدرات نتاع اللاعبين. لو تتذكروا في كثير من المرات وحتى في زمن المدرب السابق تكلمت وقلت بأنه على المدرب السابق أنه ليبيري الكولوار للاعب آية نوري، هو واش راح دار؟ راح جاب له بلايلي في كأس إفريقيا قتلو. الان الناس ولات تقول لك بلايلي دار اللي عليه وكان افضل لاعب في الدوره. كره القدم مش بلاي ستيشن، اللي نتكلم على افضل لاعب في الدوره ولا افضل لاعب. الان قول لي واش قدم كارقام؟ لم يقدم شيء. اللعب نتاعو هل جاب الشيء للمنتخب الوطني؟ ما جاب ولا شيء، والدليل انه خرجنا من الدور الاول. هل حرمنا من قدرات ومن امكانيات اخرى؟ نعم، حرمنا من قوه خارقه جدا اللي هي نوري في الامام، لانك يعني ذكرتها وفسرتها وحللتها وشرحتها في ذلك الوقت. فقط هنا راني بصدد التذكير فقط، قلت لانه بلايلي لما يجي راح يبلوكي آية نوري. آية نوري يا اخي اذا حبيت تستغله لازم اولا توفر له التغطيه في الخلف وتعطيله المساحه في الامام، يعني تليبيري له كولوار، سواء تعطيله اللاعب الرواق ولا تحط امامه اللاعب جناح متحرك كيما الشايبي ولا كيما بن رحمه في مباراه السنغال اللي كان فيها افضل لاعب هو بن رحمه. شوف لما توظف اللاعبين بطريقه جيده. اما انك تحط لاعب يطلب الكره على الخط ويمسك الكره ويلعب لعب فردي، اكره تقتل آية نوري، لانه آية نوري تفتح له اللعب. مثلا نعطيكم التشكيله اللي راح يلعب بها غدا نادي ولفرهامبتون. تعرفوا جيدا انه آية نوري ولا الان لاعب هجومي، ولا يسجل ولا يمرر ولا يدير تمريرات حاسمه، تمريرات مفتاحيه، ولا يراوغ عده لاعبين ويدخل حتى لمنطقه الجزاء. هذا شيء جميل جدا كنا نشوفوه مع عده لاعبين، كما نتكلموا على لاعبين كما بالحاج، رغم انه بالحاج ما راحش يلعب في المستوى العالي. كذلك كنا نشوفوه مع لاعبين عالميين كما ألابا اللي كان ظاهر في وقت من الاوقات مع البايرن، مع مارسيلو كذلك كان يلعب بهذا الشيء، مع كافو، يعني عده لاعبين كانوا يلعبوا بهذه الطريقه، يعني يلعبوا في الامام، حتى كيميتش وفيليب لام. الان نجي نتكلم عن اللاعب آية نوري. آية نوري كما قلت يوم غد في لقاء وستها راح يلعب جناح يا اخي، خلاص يعني شاف المدرب الان يعرف كيفاش يستغل امكانيه هذا اللاعب. اولا لغياب اللاعب هوانغ اللاعب الكوري، تقول لي بانه لاعب هوانغ هو السبب الوحيد اللي خلى ممكن نقص اللاعبين. لا، ليس نقص اللاعبين فقط، لانه انت تتكلم عن نادي اكيد عنده بدلاء، لكن المدرب واش دار؟ لما دار دراسة جدوى كل اللاعبين نتاعو، لانه المدربين الاوروبيين التوظيف هو اهم شيء عندهم، شاف بانه آية نوري هو افضل لاعب ممكن يعوض هوانغ في الامام. لماذا؟ لانه يمتلك قدرات هجوميه خارقه جدا. واش دار؟ لو تشوفوا الان لعب الثلاثي في الخلف اللي هو غوميز، كيلمان وبوينو، وفي الظاهرين ماشي آية نوري، كاين دويرتي هذا اللاعب الايرلندي اللي تم يعني راح يلعب في توتنهام عاود رجع لولفرهامبتون، وفي الجهه الاخرى سيميدو اللاعب السابق لبنفيكا وبرشلونه. ومن بعد عنده في الوسط كل من ليمينا وكذلك دا سيلفا، وفي الهجوم لعب بالثلاثي آية نوري، كوينيا وكذلك سرابيا. اذا نشوفوا آية نوري الان رجع لاعب جناح، ولاعب جناح اللي يدخل الوسط، يعني آية نوري تعرفوا بانه ما يلعبش على الخط، وحتى خطه الاربعه او الخطه الثلاثه اربعه ثلاثه تعتمد على لاعب رواق اللي هو دوهيرتي وسوميدو سيميدو. دوهيرتي لما يصعد آية نوري يدخل، لانه المدرب شاف في المباريات السابقه انه اللاعب آية نوري، ودخل نجيكم واحد النقطه كذلك مهمه جدا، يقدر يدخل في العمق، يسموه المهاجم او الجناح الوهمي. البعض في التعليقات قال لي هذه كلمات ما كاش منها، نقول روح اقرا كتب التكتيك تعرف ظاهر وهمي وجناح وهمي. ما نتكلموش كثير في هذه الامور لانه لازم لها فيديوهات. وبالتالي دوهيرتي يطلع وآية نوري يدخل في الوسط، وبالتالي راح نشوفوا آية نوري لاعب هجومي خارق جدا. وهنا نفتح قوس اللي يلعبوا الفانتازي، جيبوا آية نوري وما تخافوش، لأن المدافع لما يسجل راح تكون عنده نقاط كبيرة جدا، وآية نوري راح يكون غدا يلعب في الشق الهجومي.
إذا نجي نتكلم شيء مهم جدا، هل قبل التربص شفنا أيت نوري يدخل في العمق ويصعد للأمام بدرجة كبيرة؟ أنا أقول لا. إذا أنا نشوف بأنه تربص المنتخب الجزائري أفاد مدرب ولفرهامبتون، ولا يعطيله مهام هجومية بدرجة أكبر بكثير. واش دار؟ حصل له الدفاع، وهذا الشيء اللي مازال ناقصنا في المنتخب الوطني. لكن المدرب بيتكوفيتش والمساعدين نتاعو فطنوا لهذا الأمر لما دخل حجام وخلى أيت نوري يلعب في الأمام. أنا هنا بديت نتفائل بهذا الطاقم الفني صراحة، لأنهم يعرفوا مباشرة نقاط لاعب القوة، كيفاش يوظفوا اللاعبين وكيفاش يستخرج من اللاعب ما يمكن إخراجه. اللي عندهم فكر محدود جدا في التكتيك وكيفاش يفكروا يقول لك لازم أيت نوري يحسن من مهامه الدفاعية. يا سيدي هذا لاعب إمكانية تاعو والبروفيل تاعو هذا هو، ما تقدرش الآن تجي تقول له، لأنه لو أيت نوري يروح يحسن من المهام الدفاعية تاعو، أول حاجة يديرها أنه ما يكونش يطلع بزاف، راح يحد من الإمكانيات الهجومية تاعو اللي هي مخلياته يبان لاعب ممتاز جدا وأحد أفضل الأظهرة في العالم حاليا. وش هو الشيء اللي مخلي أيت نوري يبان بهذه الدرجة؟ مساهمته الهجومية، افتكاك الكرات وانطلاقه مباشرة للهجمات، تقديمه لتمريرات سحرية حريرية خلف أظهر المدافعين وفي المساحات اللي يطلبها المدافعين أو المهاجمين المتحركين. أنت الآن لما تقول له روح رجع سقم الدفاع، وعلاش يسقم الدفاع نتاعو؟ هل أيت نوري اشتهر لأنه كان مدافع جيد؟ لا، أيت نوري مش راح يدافع لك مليح، لأنه لاعب مندفع مثل غلام ومثل بن حاج البعض كانوا يحاولوا أنهم يحاولوا انهم يحسنوا من الدفاع نتاعهم. وانا نقول لا، وهنا نقدم تحيه لرابح سعدان، لانه مدربين المحليين صراحه كثير منهم ممتاز في الفكر الدفاعي، لكن هجوميا خاصهم شويه، ومن بينهم سعدان، وانا نحترم هذا كاركتر وبوش تجريح طبيعي جدا. يعني لما عرف انه بالحاج دفاع عندما يقدرش يدافع لك مليح، واش دار؟ راح دار ثلاث مدافعين خلفه ولا يلعب بالحاج في الامام. يعني واضح جدا، واستفدنا كثيرا من بالحاج والحمد لله. الان كما قلت انه توظيف اللاعبين هنا نتكلم عليه ممتاز جدا، ويمكن للمنتخب انه يفيد اللاعب ويأثر على ذلك مع المنتخب نتاعو. حاج موسى مثلا جا لعب معنا تربص، راح في نور روتيردام مباشره بعد التربص، شافوا لانه لاعب لما يكون دولي اكيد الانديه راح تطمح فيه، هو اكيد كان تحت انظار الانديه الهولنديه، لانه يلعب في نادي فيتاس ارنهيم على ما اعتقد، كان في نادي في الدرجة الثانية أو الثالثة البلجيكية، تمت إعارته، لعب 9 مباريات، كان تحت العين. لكن لما جاء التربص وشافوا بأنه لعب، أكيد ما فكروش كثير وجابوه إلى النادي نتاعهم، خاصة أنه عندهم زروقي لاعب الجزائري، وزروقي نفس الشيء شفنا أنه لما كان التوظيف تاعه مليح شفنا وش يقدم. إذا التوظيف اللي الكثير كانوا يضحكوا فيه علينا منه المساحات الضيقة، تشوف يا المساحات الضيقة إن شاء الله هذه مرة تقرأ وتتعلموا، لانه مش عيب لما تقرا وتتعلم كره قدم، قرانا نتعلم وقرانا نقراو وقرانا نشوفو، لكن لازم نحترمو. واحد لما يجي يعطي لك معلومه تحترمها، وراكم تشوفوا الان التطبيق تاعها فوق الميدان. انا نقول برافو أيت نوري الان اعتقد انه راح يكون لاعب رواق، ولما لا نشوفوه ينجح في مهام الجناح، ويعني نكسبوا لاعب جناح ايسر رغم انه عندنا لاعبين في الجناح. لكن انا اقول بانه بيتكوفيتش والطاقم نتاعو رايحين ليها، ثلاث مدافعين، عطال من وأيت نوري من، يا جماعة راح نكون منتخب خارق. أحبتي شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Offensive là pour l'Algérie. Le crochet. Ouais, c'est tourné. Oh, quel but exceptionnel. On est acrobatique. Oh là là là.